الغبار المنزلي هو عبارة عن مواد معينة يسموها غبار العث المنزلي. في حشرات بسيطة جدا ما بتشوفها بالعين مجردة يسمونها house dust mite bugs. هذه عبارة عن حشرات بتعيش على أماكن معينة حوالينا، بمعنى بتعيش على الفراش، المخدات، السجادات، الستائر. مخدات الريش مثلا لما تقارنها بالمخدات المصنعة صناعية اللي يسموها سنتيتك، هذه الريش مع أن في ناس ترتاح عليها وهي أغلى وهي يمكن قد تكون أوثر وكذا، لكن الريش يمسك ملايين الملايين من الغبار المنزلي لأنه بيعيش عليه، لأنه يعتبر الريش منتج حيواني، فكان في الأصل شيء حي، وبالتالي قدرته على أنه يجمع الغبار المنزلي أضعاف الأضعاف. Thank you.